السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار السلسلة الرمضانية افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان. إذا كما عودتكم دائما طيلة هذا الشهر الفضيل فيديو كل يوم كنقرأ معكم فيه الثمن الأول من الأحزاب، واليوم إن شاء الله غادي نقرأ معكم الثمن الأول من الحزب 19 من سورة الأنفال. إذا كنرحب بكم مجددا وأدعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. ومرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتهدب ريحكم واصبروا، إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الملك الكريم. كانت هذه قراءتي للثمن الأول من الحزب 19 من سورة الأنفال من القرآن الكريم. كنتمنى أن القراءة دي تكون استحسنت المسامع ديالكم. زيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.